أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بصرك اليوم حديد صدق الله العظيم.